اعرف دينك. المسلمون بالإجماع يؤكدون وجود الجن في حياتنا اليومية، ولكن لا نراه بأعيننا، وهو يتواجد في أماكن غير معروفة. وقد ذكر القرآن الكريم الجن في الكثير من الآيات، وهذه الآية في سورة الأنعام تقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم إنهم كانوا كافرين. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وهناك الكثير من الآيات التي تتكلم بصورة واضحة على الجن، كما يوجد في القرآن سورة كاملة باسم الجن، وهي سورة الجن. واليوم معنا فيديو قد تم تداوله بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيديو للشيخ ناصر القطامي، حيث كان يؤم بالمصلين في إحدى المساجد ويقرأ سورة فاطر، وقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكان يتلو هذه الآيات بخشوع تام. وفجأة وبدون مقدمات، فكان هناك شاب يقف في الصف، وبعدها بدأ بالصراخ والبكاء، ومن شدة البكاء وقع بالأرض. والغريب بالأمر أن المصلين لم يبالوا له تماما، وأيضا الشيخ ناصر القطامي لم يتوقف عن تلاوة هذه السورة. فنشاهد سويا هذا الفيديو. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.